أركان الطلاق. أركان الطلاق 3 أركان، وهي: الزوج المكلف فليس لغير الزوج أن يوقع طلاقا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. كما أن الزوج إذا لم يكن عاقلا بالغا مختارا غير مكره لا يقع منه طلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهها عليه، أو ما استكرهوا عليه. ثانيا، الزوجة التي تربطها بالزوج المطلق رابطة الزوج حقيقية، رابطة زواج حقيقية، وذلك بأن تكون في عصمته لم تخرج عنه بفسخ أو طلاق أو حكما كالمعتد من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى، فلا يقع الطلاق على امرأة ليست للمطلق ولا على امرأة بانت منه بالطلاق الثالث أو الثلاث أو بالفسخ أو بطلاقها قبل الدخول بها، إذا لم يصادف الطلاق محله فهو لاغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. واللفظ الدال ثالثا هو اللفظ الدال على الطلاق صريحا كان أو كناية، فالنية وحدها بدون تلفظ بالطلاق لا تكفي ولا تطلق بها الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.